كرة عربية داخل منطقة الجزاء بالراس، وكرة فيها خطأ للمنتخب العراقي. لقطة خطيرة جدا للمنتخب الإماراتي، لكن إسراف أحمد خليل علي مبخوت، علي لأحمد، لكن أرجو تركيز جد عن علي، فرصة إماراتية، تمريرة الرد وتغطية من الدفاع في اللقطة الأخيرة، تفاهم كبير تجالس بين أحمد خليل، خطيرة للمنتخب الإماراتي، وبعد ذلك الكرة طالت وبعد ذلك إلى ضربة مرمى، كان يلعب النهر زين علي، زين علي استعرض مهارته في مكان إلى علي بهجة بالراس بعيدا، الكرة على الكل سهلة بعد ذلك للدفاع العراقي في وسط الملعب، مهدي كامل أمجد عطوان، تمريرة خاطئة عند علي مبخوت، خطيرة للمنتخب الإماراتي، بيني لأحمد خليل عموري، الكرة كرة ثابتة، مهم جدا هذه كرة عربية لكنها بدون تركيز، مين يتابع بعد ذلك، تصل كرة الجهة اليسرى، محاولة للمنتخب العراقي عربية، وفرصة داخل منطقة الجزاء، والكرة بعد الدفاع لا زالت عربية خطيرة، تسديدة بعد الدفاع الإماراتي، لكنها بدون تركيز، أمجد يحاول، أمجد عطوان، تمريرة لهمام، عودة بعد ذلك لمهدي كامل، بينية خطيرة وفرصة لكنها سهلة عند حارس المرمى، حلوة التمريرة لكن عيط الكرة بعد ذلك، فيها تغطية وحراسة ممتازة من جانب خليفة مبارك على تحقيق مزيد من النجاحات من الألقاب، لمسة جميلة أحمد خليل عطية، منه محاولة فيها تغطية مرمى شمال، فرصة إماراتية، تمريرة عراقية لكن أقرب للدفاع، تغطية ممتازة من جانب إسماعيل، لمسة بدون تركيز، محاولة من علي فايز، تحرك عراقي، كرة طويلة خلف المدافعين، خطيرة المنتخب العراقي، كرة ولكن الدفاع لا زال يتدخل، خطيرة الكرة، حلوة اللقطة الماضية من مهدي كامل، لمسة جميلة يا إيمن عبد المرا لمقابلة عمان في النهائي، الكرة لعموري عربية خطيرة تمر، فرصة إماراتية لكنها بعيدة للمهند، وفي الأخير إلى مرمى مرمى، كرة خطيرة للمجان مهند سالم، عموري في الانتظار، عموري من أجل الحصول على الكرة، تغطية وتدخل أمام لمسة عراقية في جهة اليسرى في المساحة، محاولة خطيرة للمنتخب العراقي، حصري يحاول وصل الكرة، حصري مر، خطيرة للعراق، حصري عدى بالكرة، خبرة كبيرة، سعد الأمير عدة تجارب أيضا ناجحة في أندية سعودية، كرة عربية داخل منطقة الجزاء، فرصة للمرمى لكنها بعيدة بعد ذلك، العراقية تمريرة لكن فيها تغطية وتدخل بعد ذلك لأحمد خليل، أحمد يحاول مرور لمسة باتجاه عموري لمبخوت في المساحة، خطيرة للإمارات، مبخوت يحاول، مبخوت مر، مبخوت يلعبها لكنها عند الحارس، تغطية وتدخل أمامه، لمسة بعد ذلك في وسط الملعب ممتازة، محاولة للمنتخب الإماراتي، صايمين صايمين قوية، حلوة اللقطة الأخيرة للمنتخب الإماراتي، الله، محاولة للمنتخب العراقي في وسط الملعب، تمرير بعد ذلك لمصلحة علي حصري، يحاول مرور علي أمام التغطية من جانب خليفة مبارك، محاولة مرور عند حصري، كرة عرضية بعيدة عن الكل، من في انتظارها خطيرة ولكنها أقرب لحارس المرمى، بعد ذلك خالد عيسى يخرج من مرمى في توقيت صعب لكنه نجح، قد يشكل كثير من الخطر، الكرة بالعالي فايز داخل منطقة بالراس لكنها عن خالد عيسى، بثبات خالد عيسى، بقوته، بشخصيته، خالد عيسى يريد شباك نظيفة، يريد الوصول النهائي بشباك نظيفة، التألق يتواصل للدفاع الإماراتي وللخليل، 74 دقيقة لعبها في هذه المباراة، عموري يلعبها طويلة للأمام، رأسية محاولة لكنها بعيدة عن الكل، وفي الأخير إلى ضربة مرمى، من سيخطف بطاقة الترشح يقابل عمان في النهائي، كرة طويلة خطيرة على حدود منطقة الجزاء ولكن الدفاع خلص مهند سالم في آخر لحظة، خطيرة جدا للمنتخب العراقي، مهند سالم تدخل في اللحظة الأخيرة أمام تالبين، خميس إسماعيل، بينية لعمان، محاولة مرور عدى عموري بشكل جميل، خطيرة الإمارات بينية لكنها بعيدة عن المرمى، الأخير من هذه المباراة الكبيرة الصعبة المعقدة، إسماعيل حمادي يحاول، حمادي مر، إسماعيل
من الدفاع تدخل وبلا هدفه ولمسه، ولكنها تفتك تعود العراق بيني العراق محاوله على حد المنطقه تتزامن ورجامي والكره يا الهي خطير المنتخب العراقي انطلاقه لي مسحت مهند كرار مهند يحاول مهند ياتي للمسانده تمريره تصل عند حسين علي مره اخرى سعد الامير قويه لكنها سهله عند خالد عيسى على مرتين حلوه اللقطه الماضيه منتخب امام عمر سعد عدى في كره سعد يلعبها خلف المدافع الخطير المنتخب العراقي بامتياز يسرى ايمن حسين ايمن حسين داخل منطقه الجزاء ايمن مر طالت على ايمن واقرب لخالد عيسى يا خالد عيسى يتألق خالد عيسى ما شاء الله يا ثباته يا قدرته لمسه بينيه محاوله لكن فيها تغطيه من جانب الدفاع خاطئه محمد احمد مر يلعب كره لكنها ما توي علي بهجت صافره خطا لبرمان لمسه لعموري على حدود منطقه الجزاء قويه لكنها عند الحارس حلوه اللقطه الماضيه يتواصل التألق في وجوه المشجعين اذا تمكن فريقه من التسجيل جميله من سعد الامير كره بالراس كان الكور ركله العراق امام خالد عيسى امجد يلعبها وهدف عراقي ركله ناجحه حلوه من جانب امجد في تاريخه محمد مرغش يلعبها والامارات في نهائي خليجي 23 منصور يا الابيض مرغش حسمها من علامه الجزاء مبروك يا امارات مبروك لعيا زايد مبروك الاماراتيين مبروك لنجوم المنتخب الاماراتي وهارد لك من القلب يسود الرافدين على ما قدموه من مباراه كبيره وبطوله رائعه لم يكونوا فيها محظوظين في اواخرها المنتخب الاماراتي يبلغ النهائي من خلال ركلات الترجيح بعد مباراه كبيره ومعقده ضد العراق وليله كانت صعبه برغش يسجل ركله حاسمه وينجح في بلوغ النهائي مع منتخب بلاده رغم المحاوله اليائسه من جانب جلال حسن كل التحايا وبالتاكيد الشكر والتهنئه حتى للاعبي المنتخب العراقي على ما قدموه من مباريات كبيره في هذه البطوله وكل التوفيق لهم في المباريات القادمه في البطولات القادمه وكل التهاني للابيض الاماراتي لجماهير الاعياء زايد ببلوغها بالنهائي لكن ثاني مره بعد 2007 سيقابل منتخب الامارات